اهلا زوينين زوينات، اهلا الحنونين الحنونات. مرحبا بكم معايا في اول حلقه من برنامجي بدون مكياج. اليوم قررت نهضر على الانتخابات الشرعيه في المغرب. الانتخابات الشرعيه في المغرب، هذا الموضوع حاليا شغل بزاف ديال الناس. واحد المجموعه ديال الناس كتقول احنا ما مبسوطينش وحنا ما سوقناش، اللي بغى يربح يربح، اللي بغى ينجح ينجح، اصلا ما غيتبدل والو. هذه المسرحيه طلعت لنا في الراس. ممكن يكون كلامكم صحيح، ولكن ما تنساوش راه انت وانا اللي كندفعوا الثمن. كتعرفوا المشكل فين كاين؟ اجيو نناقشوا جميع. اولا، بلا ما نستناو التغيير، ما عندنا شي حزب سياسي الا في بعض الادوار بسيطه ديال واحد المسرحيه سميتها الديمقراطيه في المغرب، وهذا الشيء كنعرفوه من اول حكومه في المغرب حتى الحكومه ديال دابا والحكومه اللي جايه. لان المشكل اساسا كاين في القانون الاساسي ديال هذه المؤسسه التشريعيه، واللي بطبيعه الحال المخزن كيحميها. لانه كون بغينا ديمقراطيه ومسار ديمقراطي حقيقي، اول حاجه خصنا نفرضوها هي المرشحين على الاقل تكون عندهم الاجازه، حيت ما يمكنش اغلبيتهم ما عندهم حتى الابتدائيه. واش واحد الانسان ما قاريش ما فاهمش الحياه؟ كلمه ديمقراطيه وكلمه حريه اصلا ما فاهمهاش، كيفاش بغيتي هذا الانسان يشرع عليه قوانين؟ كيفاش بغيتي هذا الانسان اللي حلمه كله في حياته شحال غيبقى ليه في التقاعد وشنو غيشفر في المده اللي هو خدام فيها؟ وعاد هذوك الناس اللي ما كيقراوش وكيفشلوا في حياتهم وما كيلقاو ما يديروا، كيدوزوا جميع انواع المبوقات وجميع انواع المشاكل، وكيدوزوا الحبس والعلم الله ملي كيجيونا. كيمشي كيتعلم شويه ديال القران، كيطول واحد شويه ديال الحياه، ولا كدير فوق من راسها واحد الدره، وكيجيو كيخلطوا لينا ما بين الدين والسياسه والكبت، كيقولوا لنا لا حقاره كنديروا السياسه، لا عموره ما كديروا السياسه، راكم غير كدرونا في راسنا وكتكبتوا لينا في المجتمع وكترجعونا الاف السنين للوراء. هادشي اللي كديروا. اما المشرع المغربي كيتسنى ماما فرنسا تصدر قوانين باش نوضو حنايا نطبقوها، على اساس واش حنايا سياسنا سياسه فرنسيه، او حنايا دوله تحقق قانون ودوله اسلاميه، او عايشين بنمط فرنسي، او شنو ما نعرف. واحد الفئه من الشباب ديالنا وفئه كبيره، عندنا قارين متعلمين متنورين اصلا ما كيبغوش يدخلوا في السياسه وما كيبغوش يصدعوا راسهم بهذا الشيء، مسافرين كيجولوا العالم، كيخدموا على برا، كيحلموا بمستقبلهم على برا وناسي البلاد. كاينه واحد الفئه اخرى همها الشاغل القرقوبي، طالعه هابطه تشرميل المشاكل والمستقبل ضايع. ملي كتجي تهضر معاه كيقول لك امنيتي في الحياه هي شي ميمه شارفه عندها بزاف ديال الفلوس نمشي نعيش معها الحياه في اوروبا. هاد الناس اللي كتموت بالجوع وكتستغل هاد الفرصه باش تبيع الاصوات ديالها، كتقول لك انا المرشح ما غنشوفوش ما غنشوفوش، هذه فرصه نستافد بواحد 200 درهم ولا 300 درهم لانني في كلا الحالتين خاسر. لا هما 300 درهم ولا 200 درهم غنقضي بها حاجه لراسي احسن ليا من وجه داك المرشح. اذا ما تهدرش على الاصلاح، ما تهدرش على الديمقراطيه، ما تهدرش على الحريه، انت اصلا ما فهمتيش هاد الكلمات معناهم. بينو وبينكم عدد كبير من الشعب مستهل لا اصلاح ولا ديمقراطيه ولا حريه. كاين بعض الناس اللي تمتعوا بالديمقراطيه وبالحريه في المغرب، راكم عارفين اش غادي يكون. اذا اش غنقول لكم؟ بقاو مدرقين الشمس بالغربال، بقاو كتكذبوا على بعضياتكم، بقاو كتسنوا شنو غتقول ابي دار، وشنو لبسات الدنيا باطمه، وشنو قالت ابتسام تيسكت، وشكون اللي حصل في المرسيدس، وشنو هو البوز الاخراني. بقى حياتكم غاديه بحال هكاك، ولا تسناو ولا تغيير، وما تغيروش من نفوسكم، ما تغيروش من حياتكم، وبقاو ديما هكا حيت كنظن راه غتبقاو هكا. سلامه.